ما اديتك فرصة تانية كنت متصور ان حياتك هتكون افيد من موتك، لكن من الواضح ان انا كنت غلطان. لكن اللي ما تعرفوش ان ممكن اصلح اي غلط في لحظة. اهلا، انت من ساعة ما اديتيني الامان وانا حاطط تحت رجلك، واللي بتأمري بيه بعمله. اديتني معلومة تافهة في وقت كنت محتاجاها فيه. تصور بقى وانا بطلب منك معلومة مهمة وتقولي معرفش، ممكن تقولي بقى انت فايدتك ايه؟ يا ست، كل الليلة مش هربانة مني انا بس، ده من العالم كله. مفيش حد هرش اي حاجة عن اي حاجة، كله متساوي ولا مؤاخذة. وانا لو عندي اي معلومة عن اي حاجة ولا اي حد كان زمان عندك وقتي. ممكن تقولي بقى انا بستفيد منك ازاي؟ انا كل اللي اعرفه ان السوق فايق، وفي حد بيحرم في اساسه ولا مؤاخذه، بس هو مين ورحمه امي ما اعرف. وانا مش جايباك هنا عشان تحلف لي برحمه امي 24 ساعه وتعرف مين اللي اتجرأ عليا وبيعمل كده. اوكي، ده بجد يا سيد؟ لا يا بنتي مش بجد، بجرب عشان اخش بيه على البيت الجديد. ياه، ده انا كنت بحلم باليوم ده، كنت فاكره ان هو مش جاي. يعني خلاص خلاص بقت ليا. انا طول عمري ليك يا بنت، ولا حته الدبله دي اللي تربطنا ببعض؟ لا بس انت لما كنت بتبعت كان ببقى نفسي في حاجه كده من ريحتك، امره تقولي ان انت راجع. وقلبي اللي انت خدتيه من زمان ده مش امره يا بنت. ربنا يخليك ليا يا رب. بس يعني مش كنت تستنى لغايه ما اغسل ايدي كده من الطين ده؟ انا عايزك كده، عايزك معفنه. عاجبك ولا اخد الدبله وامشي؟ لا عاجبني عاجبني، بس يعني انت هتمشيها كتمي كده؟ الله، مش انت اللي قلتي مش عايزه لا فرح ولا زيطه ولا زفه، وقلتي تعالى خدني من شعري كده على طول يا سيد؟ هو في راجل يمشي ورا كلام الحريم؟ صح، انا غلطان مشيت ورا كلام الحريم. طب تعالي بقى يا بنت الكلب. ربنا يفرح قلبك يا حبيبي زي ما فرحت قلب البيت. وهتفرحي قلبك انت كمان امتى بقى ان شاء الله؟ بس بقى يا سعيد. بس ايه؟ يا بنت ما تجيلي في العدل، ما انا اتكلمت معاك مليون مره وطمنتك. بلاش بقى بصه الخوف اللي بتقلب المواجع دي. لو على الخوف منك يا اخويا انا مطمنه. طب ده انت قلبك فل واكتر واحد حاسس بيا. امال ايه بقى؟ هو في حد تاني ليه كلمه عليك عشان تخافي؟ طالما انا قلت امين خلاص محدش له فيه. حتى لو كان ابني؟ عمر. ايوه عمر يا سعيد. طب افرض ربنا رضي عليا وبعت لي ابني الحلال، عمر هيولد؟ لا طبعا. بس من امتى نصر الحاجات دي بتوقف نصيبنا؟ نصيبك هتاخديه هتاخديه غصب عن اي حد. ما هي دي الحسره يا اخويا. الدنيا ما تديش الواحد اللي هو عايزه، تدي له حاجه وتاخد قصادها حاجه. ايوه، ولاد عمر لسه صغير بس مصحصح على حاله، وعمره ما هيرضى حد يشاركه في امه. هيجي بقى في قدامك ويجعجع ويتوجن في الكلام، بس بعد كده هيرمي ودنه اللي يعرف ياكلها. يعني يعني اللي جاي ده لازم يعمل مجهود، يتشقلب، يعمل قرد عشان يكسبه ياخده في حضنه. طب افرض ما عرفش يعمل، يبقى ما يستاهلش ست الستات. عندك حق. انت كنت الاول بطولي، دلوقتي بقيت انا وهو حاجه واحده. واللي جاي ده لازم يعرف كده، لازم يعرف ان الشله تقيله، هياخدك انت وهو مع بعض. والشله التقيله يعني المهر غالي، وما يقدرش على المهر الغالي اللي يقدر تاني. ما تقوم تنام، انت تعبت. تعبت انا كل ما اكلمك تهربي مني. ما بهربش ولا حاجه. تصبح على خير. تصبح على خير. قوم نام قوم نام. والله وراك لحد ما تتجوزي، مش هسيبك. عشان عادل اللي انت قلته، تبقى نسيك ضلة بتاع زمان. الصحاب مفيش بينهم خصام يا جدال. انت رميت كل اللي بيننا ورا ظهرك، عورت الوقت في دنيته ودخلته شمال. صحوبيه ايه اللي بتتكلم عنها بالظبط دي؟ الصحوبيه ان يقف جنب صاحبي في محنته. ده ايه اصلا؟ محنه ايه اللي بتتكلم عليها؟ محنتك الكبيره يا صاحبي، بقيه في حياتك. بتعزيني في مين يا فوده؟ في سيد
خلص على معوض اخويا واللي بعزيك فيه. انت تقدر على سيدي فوري؟ ناوي تتصدر له؟ ولا عشرة زيك يقدر على سيدي. عارف ليه؟ عشان لو قربت له مش هحل لك. انا اللي عملته معاك كتير يا ولد، عملت اللي ما عمله السلطان نفسه. لحد كده عداني العيب. إلا سيد يا فوزي، إلا سيد. إيش تفتكر يا صاحبي؟ ده أراضي الفروع كلها، ناقص بس بصمة باب الشعرية، مش هيعود بكرة الصبح يجيب. ما كنت خليته كله على بعضه بدل اللخبطة دي. لخبطة؟ معاش ولا كان اللي لخبط شغل المعلم؟ وبعدين أنت ما تعرفيش محسوبك ولا إيه؟ ده أنا مقبض الرجالة والعمال والفروع كلها تمام والناس بتزغرط. خلاص يا حمادة، وأنا هبقى أعدي برضو كده. بص، بيتك ومطرحك ومالك يا ست الناس، بس يعني عدم المؤاخذة. أنت شكلك في حاجة مضايقاكي، لو في حاجة مضايقاكي غير حبسة المعلم وأنا ما أعرفش هزعل. كتاب ربنا زعل. ابعت لي العربيه بالسواق عشان ابقى اطلع على المحامي. على الطلاق ما حد يسوق غيري. ده المعلم موصيني. قلت لك السواق. وماله؟ نروح مع السواق. او نطمن برضه على المعلم عمل ايه في القضيه؟ راحت فين؟ جت منين؟ هنشوف يعني. اتكل انت. ماشي. لو عوزتي اي قطعه حاجه، اي قطعه حاجه، حلمتي بس بحاجه، محسوبك موجود. بالسلامة يا حمادة، وبقى وفر كلمتينك دول لشغل معلمك المعلم فودة الأسمر. أبويا، ربنا يفك كربه. بالإذن. بالهدوة بعد كده يا سيد. آه، السعر اللي ما عجبكش سمعنا يفتح الله. أنت خلقك بقى ضيق قوي يا ستي. مش موضوع خلقي بقى ضيق، أنا ماليش في الحوارات دي. الله، دي لسه أول طالعة، لسه الستاير والمعالق والصيني. ستاير ومعالق وصيني إيه؟ ده شغل نسوان، بعد كده تاخدي نصرة. الله، وهي نصرة مالها ومال فرحتنا؟ ده إحنا لازم كل حاجة في الشقة كده نشتريها بمزاجنا، عشان لما نفوت على كل حتة في الشقة أقعد أقول للعيال أبوك اشترى ده ساعة كذا، وده ساعة كذا، وده كان هيموت الراجل ساعتها. يا ست بحكي لهم، يعني هما كانوا شافونا؟ يا سيد، أما نفسي كده ربنا يلمنا كده في بيت واحد وأقعد أقول بس يا بت بس يا واد. إن شاء الله يا ميسا، قريب إن شاء الله. قولي لي أنت بس بتاخدي الدواء ولا لأ؟ باخده والحمد لله، وزي الفل ومرتاحة. طب الحمد لله. استنى بس يا سيد، هو أنا مش مرتاحة قوي يعني، في حاجة واحدة بس شغلاني. خير يا ميسا؟ يعني نفسي كده لما ربنا يلمنا في بيت واحد تبطل الشقاوي والقرش، يعني قصدي يعني ناكل بالحلال. حلال؟ حلال إيه وحرام إيه؟ من إمتى بتتكلمي معايا في المواضيع دي؟ يا سيد، ما انت زمان كنت بطولك، دلوقتي احنا الاتنين مع بعض. ما طول عمرنا مع بعض، ايه الجديد يا ميس؟ اسمع الكلام، دي اخر مره اسمعك بتتكلمي في الموضوع ده معايا، انت فاهمه ولا لا؟ فاهمه بالهداوه يا اخوي. ملعون ابو مشي الحريم، اوله زن واخره عكننه. طب والله كويس ان انت شايفني من الحريم.